بنروح لحالة الجو النهاردة. توقعات هيئة الأرصاد الجوية: توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء في القاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة. ويشهد الوجه البحري أيضا طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح أيضا معتدلة. وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة أيضا. لتفاصيل أكثر عن حالة الجو معنا على التليفون الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان صباح الخير وأهلا بك في هذه الحلقة من هذا الصباح. لو تكلمينا النهاردة وطمنينا على حالة الطقس، احنا شايفين تقريبا حالة الطقس معتدل يعني أكثر من الأيام اللي فاتت، هل هذا صحيح؟ صباح الخير طبعا على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. هو طبعا احنا الحمد لله في استقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة، في ارتفاع في درجات الحرارة. النهاردة هتكون 24 درجة على القاهرة، ده تقريبا أعلى من المعدل بحوالي درجتين. غدا إن شاء الله يكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة توصل ل 28 درجة على القاهرة، ده هيكون أعلى من المعدل بحوالي من 5 ل 6 درجات مئوية. طبعا الارتفاع ده يعني ارتفاع مؤقت، احنا طبعا الفترة دي فترة انتقالية، احنا خلاص يعني هنبدأ فصل الربيع إن شاء الله في 21 مارس القادم، فبيفصلنا حوالي 17 يوم تقريبا على نهاية فصل الشتاء. الكام يوم اللي باقيين دول هيبقوا فيهم تقلبات جوية ما بين ارتفاع وانخفاض في الحرارة. فاحنا يعني بداية من النهاردة في ارتفاع تدريجي، النهاردة 24، غدا ان شاء الله 28، وبعد غدا ايضا توصل 28، ثم تبدأ تعود للانخفاض مرة اخرى، يعني ترجع للمعدلات الطبيعية وتتراوح من 21 ل 22. فمش عايزين نتسرع طبعا، ومع الارتفاع في الحرارة ان احنا نخفف في الملابس، لا خلينا مستمرين في الملابس الشتوية حتى نهاية فصل الشتاء. هل معنى كده دكتورة إيمان ان احنا ممكن نقول ان مفيش بعد كده خلال الايام او الشهور الجاية او على الاقل الشهر او الاسابيع القادمة على الاقل اي موجات لبرودة زي اللي شفناها الاسبوعين الماضيين؟ لا، هو مش هتبقى في برودة ثانية زي الاسبوعين الماضيين. خلاص يعني نخفف الملابس اقل من المعدل؟ لا بالعكس، يعني احنا يفضل ان احنا ما نخففش الملابس خالص دلوقتي، نستمر في الملابس الشتوية يعني لمدة اسبوعين قادمين، وبعد كده نبدا نخفف تدريجيا، لان الفترة الجاية يعني بعد الارتفاع اللي احنا نشهده من النهاردة وحتى يوم الجمعة هنشهد انخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم السبت مرة اخرى، هنرجع للمعدلات الطبيعية اللي بتتراوح من 21 ل 22 درجة. فلو اتسرعنا وخففنا الملابس هيبدا نصاب بنزلات البرد، وخصوصا ان في فرق كبير في درجات الحراره ما بين الليل والنهار، يعني برغم ان العظمى هتوصل ل 28 درجه غدا الا ان الصغرى هتوصل ما بين 13 و14 درجه، فالفرق هيكون كبير جدا ما بين ساعات الليل وساعات النهار. فعشان كده احنا ما بننصحش بتخفيف الملابس خلال هذه الفتره، نخلينا في الملابس الشتويه يعني لمده اسبوعين كده تقريبا، وبعد كده نبدا نخفف تدريجيا. هل بيكون في شبوره على الطرق؟ شبورة موجودة معنا على الطرق، لكنها شبورة خفيفة مش مؤثرة على حركة المرور والسفر، وده مستمر معنا في الأيام القادمة إن شاء الله. الموانئ؟ الموانئ معتدلة جدا، البحرين معتدلين، ما فيش أي مشاكل في الملاحة البحرية، يعني النهاردة وبكرة ما فيش أي فرص سكوت أمطار، الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، فإحنا بننعم بطقس مستقر جدا خلال هذا الأسبوع، يعني مستمر معنا إن شاء الله حتى يوم الجمعة القادم. الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى المداخلة. ودلوقتي مشاهدينا الأعزاء أسيبكم مع درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من محافظات الجمهورية.